أزواجهم وذرياتهم وأهل البيت الطاهرين الطيبين وأصحاب الميامين، خصوصا سيدنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وحبابة فاطمة الزهراء وإمام سيدنا الحسن وسيدنا حسين وإمام علي زين العابدين وإمام محمد الباقر وإمام جعفر الصادق وإمام موسى القديم وعلي بريدي ومحمد الناقي وعيسى النقيب وجميع أهل بيت رسول الله الطاهرين الطيبين، خصوصا أصحاب رسول الله سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله من الأنصار المهاجرين وعشر مباشرين في الجنة. ثم إلى أرواح سيدنا وبركات لنا الإمام محاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصدر الله من فقه مقدم محمد بن علي بعلوي وجامع سيدنا علي بعلوي وسيدنا عبيد الله بن أحمد وفقه مقدم ثاني الحاج أبو العلي الصقافي محمد مولى النبيلة وأولاد سيدنا أم المحضار سيدنا أبو بكر سكرا سيدنا علي بن أبو بكر سكرا ووصولهم وفرهم ووصولهم وفرهم. ثم إلى أرواح سيدنا عبد الله بن أبو بكر إدروس أبو بكر بن عبد الله إدروس ووصولهم وفرهم إلى رسينا فخر وجه الشيخ أبو بكر بن سالم وحكيم بن سالم قطب الأنفاس ونبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاشي علي بارس قطب الإرشاد وقطب البلد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب أحمد بن زين الحمزي والعلي بن محمد بن حسين الحمزي صوت المولد ووصولهم وفرهم الحبيب أحمد بن حسين العطاء علي بن حسن عطاس أبي حسن بن صالح البهر وجميع أهل زنبر الفريد وجميع أهل تريم يدريم وأهلها سلطان أبو بكر بن عبد الله عطاس حبيب صالح بن عبد الله عطاس وجميع المنتسبين إليهم ووصولهم وفرهم إلى أرواح أولياء الجاوة سنن مولانا قنوم جدي جربون مولانا عمبل مولانا قريب مولانا موريا مولانا مالك إبراهيم مولانا كليجاكا وأولياء إسواما ووصولهم وفرهم وسلطان حسن الدين بن بنتن وسيد يوسف بن حسن الدين بنتن ووصولهم وفرهم إلى أرواح جميع المنتسبين إليهم خصوصا صاحب الوربة الحبيب حسين بن أبو بكر العدروس وبعلوي وشكري والقدسي صاحب الكربون بندن والحبيب حسن بن محمد العزيز صاحب الفريق ووصولهم وفروحهم وإلى مولى بوغور الحبيب عبد الله بن محسن بن محمد العطاس وأولاده الحبيب محسن والزين وحسين وبكر وأحمد وعلي ابن إمام القدوم عبد الله بن محسن عطاء شريف وحبيب بنر بنت حبيب عبد الله حسين عطاء بعلمي محمد بن ذر حداد ووصولهم وفروحهم إلى أرواح الحبيب عثمان بن عبد الله بن عاقل بن يحيى والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبزي قويتان والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبزي ووصولهم وفروحهم وإلى أرواح الحبيب صاحب الحضرة والمقام الحبيب محسن بن محمد العطاس وأولاده وإخوانه وزوج ذريته وعدرته خصوصا علي بن حسين العطاس والحبيب سالي بن احمد بن جندان ابو احمد بن علي الحداد حبيب بنجم سالي بن طارق الحداد عبد الله بن جعفر الحداد وجميع المنتسبين اليهم ووصولهم وفرهم خصوصا الامام الحبر قدر عبد القادر بن احمد بن فقيه ورب روحنا ويسالنا وقلوبنا الامام الحبر المسير قدر الدكتور حبيب عبد الله بن عبد القادر بن احمد بن فقيه وجميع المنتسبين اليهم وشيخنا عبد الرحمن بن احمد السقاف بوكي الدوري والحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وأولادهم وأزواجهم وذرياتهم وإخوانهم وإلى أرواح الحبيب حسن بن أحمد بهارون وشيخ عبد الله وتعبدون وجميع مشايخنا ووصولهم وفرهم خصوصا الحبيب محمد بن حسين العطاس ووصولهم وفرهم إلى جدي حسن بن محسن بن عبد الله بن محسن العطاس وجدي عمر بن جعفر السقاف الوالد جعفر بن عمر بن جعفر السقاف ولد أحمد بن حسن الحداد شارف حبابة مريم بنت محمد بن عبد الله بن سالم أحمد العطاس وسيدتي وحبيبتي شريفة حبابة فاطمة بنت حسن بن محسن بن عبد الله بن سالم العطاس والحبيب عبد القادر بن محمد العطاس وشريفة نور بنت محمد العطاس وشريفة صافية بنت محمد العطاس والحبيب عقيل بن محمد العطاس ووصولهم وفرهم الحبيب شيخ بن عمر السقاف ووصولهم وفرهم الى ارواح جميع المنتسبين اليهم واخينا المجاهد في سبيل الله الحبيب مصطفى بن جعفر السقاف وسيدي جميل بن عبد الانصاري ووالدينا والديكم خصوصا الى ارواح سبوتين سموها ورنقوا كده يمدن عدل. ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المؤمنين
والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم بلغ هذه النية اليهم، اجعلهم في قبورهم روضه من رياض الجنه، يريد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفراتهم وبركاتهم، وان يدنا كما نيدهم بهذه الدعوه المباركه، وان الله يتقبل حاجاتنا بهدهم، وان ياتنا ومقصودنا وبرك لنا في اهلنا واولادنا وذرياتنا واحبابنا وبعدنا من كل بؤس وفتنه وضير، انك يا الله ولي كل خير ومعطي كل خير. واعلم انه صاحب المولد، واعلم انه سلام، والى حضره النبي صلى الله عليه وسلم. بجا فاتحه لي برم بسير الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. Kita kalau baca selawat kepada Nabi, niatin yang punya penyakit biar sembuh penyakitnya, yang punya hajat biar kabul hajatnya, dan semua kita niatin biar kita semua yang hadir di tempat ini mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarin suaranya, kita selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا تسليما. اللهم يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. Depan doang nih, di belakang masih ngobrol. Ayo suaranya kencengin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ma laha fi ufli nur al-kawkab. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, al-Fatih al-Khatim al-Mukarram. المحبة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، ما له بدر وغاب غيهاب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. كل مطلب. يا ربي صل على محمد.
يا ربي صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مظهر. محمد وصل وسهل ما قد صحى. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد أعلى البرايا جاها وأرعى. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه بحق عرى. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد خير الورى من هجا وأزوى. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد ما طير يمن غنى فأضرى. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد أجراك بدر بالكون أجراك. يا ربي صلي ¡Gracias!